السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتحدث عن أحسن منتوج يمكن أن تقدمه لطيورك لرفع مناعتها ولضمان قلة الأمراض التي تنتشر بينها. منتوج اليوم هو الكرويتاميكس. الكرويتاميكس هو منتج طبيعي يمكن تقديمه طيلة السنة، فهو يتكون من 17 نوع من الأعشاب المفيدة للطيور. هذا المنتوج يوفر للطائر النقص الحاصل لعدم قدرته على التجول في الحقول والغابات والتقاطه عن طريق الفطرة الخاصة به لمجموعات مختلفة من الدبال والأعشاب ذات المفعول الطبي والوقائي وكذلك الغذائي الذي يحتاجه الطائر. كما نعلم أن المربي لا يمكن أن يوفر كل ما يحتاجه الطائر في طيلة السنة أو في فترات التفريخ أو في فترة القلش أو غيرها من فترات التي يمر بها الطائر في حياته. محتويات الكرويتاميكس تساند بشدة عملية الهضم عند الطائر، وفي نفس الوقت تحمي المسالك التنفسية من العدوى، وبهذا يظهر عند الطائر علامات الصحة كالريش اللامع ونتأة الأنف الشديدة البياض والقصبات الهوائية الصافية، لأن هذه الأعشاب تساعد الطائر أيضا على رفع المناعة الخاصة به. لذلك سوف تظهر مع مرور الأيام الإيجابيات أو النقط التي يساعد عليها هذا المنتوج في رفع صحة الطيور لديك. وأيضا سوف تلاحظون مع الوقت أن البراز سوف يبدأ يتكور أو يصبح على شكل كرات جافة، وبذلك يدل على أن الفضورة المعوية قوية أو نسبتها ارتفعت في جسم الطائر أو في الانتستينال الخاص بالطائر، وأيضا أن عملية الهضم أصبحت متوازنة وجيدة بشكل ممتاز. بالنسبة لمحتويات هذا المنتوج هي كثيرة جدا، منها الكالسيوم، الكربونات، الحبة السوداء، السلبين المريمي أو ما يسمى أيضا بالخرفيش، وأيضا عشبة الفوكس، الزقياني، الثوم والبصل بعد تنقيتهما من المواد السامة على الطيور، وأيضا المقدونس والنعناع وعشبة لسان الحمل أو عشبة القراص أو ما تسمى أيضا بالحريقة، وأيضا عشبة القيصوم، عشبة الهندباء، نبتة النعناع، البابونج الألماني، المردقوش الكبير، الزعتر، السنديان أو ما يسمى أيضا بالبلوط، الكركم، الغيرين، الحبوب اللقاح، زيت اليانسون، زيت المردقوش، مواد كثيرة وأعشاب مفيدة جدا للطيور، وهي ما تحتاجها طيلة السنة لرفع المناعة وتقليل نسبة سقوطها في الأمراض وأيضا انتشار الأمراض بين الطيور. لذلك أحسن منتوج يمكن أن تقدمه لطيورك وهو لم يتم الاعتراف به بين المربين. بالنسبة لطريقة التقديم، يتم تقديم ملعقة كبيرة من ملعقة حساء في كيلوغرام واحد من العلف. العلف غالبا بالنسبة لأصحاب الحمام ينعت به، الحبوب التي نقدمها للحمام. قبل ذلك نقوم بخلطه بزيت الانرجي الاويل او الاوريغانو شافت او المورغولد. بالنسبة لمربي الطيور القليل من يستعمل الزيوت مع الحبوب او العلف المقدم للطيور، لذلك يمكن على الاقل تقديمه مباشرة مع خلطة البيض او الخلطات الاخرى اللينة. بالنسبة للتفريخ نقدمه مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع، في فترة طرح الريش مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع كذلك، وفي فترة الشتاء مرة الى مرتين في الاسبوع اي في فترة الراحة. بالنسبة للثمن فهو 150 درهم 130-150 درهم غالبا، والوزن الخاص به يكون 500 جرام. احسن منتوج لهذا الشهر هو الكرويتر ميكس. والسلام عليكم.